شغل جديد. انا عايز يتعمل له زبون. وريني شطارتك. بكره تديني امتياز. برضه عملت اللي في دماغك؟ شغل جديد مالكش فيه. وزبونه غير زبونك. ده على اساس ان انا مش عارف اوزعه ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ما بحبش قله الاصل. قله اصل مين يا بت؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. امسحي. حاضر. وحياه امك اللي انت بتعرفي اصل من اساسه. يا ربي اطلعي بره. ظهر انك حنيت العشت الملاهي. نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انت مين يا بت؟ انت ولا حاجه. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ارحمي. وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني. ظهر انك حنيت العشت الملاهي. نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انت مين يا بت؟ انت ولا حاجه. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ارحمك. وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني. ايوه. الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجه مساعدتك. ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل ومعيش فلوس ولا عندي حته ابات فيها. انت ممكن تباتي هنا وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقه مريم تبقى ورثه ليا؟ انا عايزه مفتاحها عشان اقعد فيه. ايوه، بس لازم الاول نثبت انك انت منتهى عشان تاخدي الشقه بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحه؟ انا كل اللي يهمني ان انا اوصل للي قتل مريم. عارف يا استاذ هلال، احسن حاجه عملتها انك حبست الزفت اللي اسمها ساميه دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح ان انت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي إن ربنا ياخدني ولا إني أشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفة من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حتة فيا. وانا ولا قادرة اتكلم ولا انطق. مريم كانت عارفة اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت احكي لها مرة بس خفت من تهديد المشرفين وبعدها سبت الدار وهربت.
ايه الحديد اللي انت حطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشن كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي يبقى شكلك وحش قوي. حديد حط حديد في مناخيرك وبقك ده حاجه منيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا عارف يا عفيف هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا يعني اي نجاح لي افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه. جري يا عفيف انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتتضاعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي انت اللي هتكتب المقاله. لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت صح؟ ايه ده جريعة فيف انت شطانه يا اخويا. حتى الشيطان مش عارف ياخد معاك الحق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفاف؟ سائح. بحسب. كولي ازيك يا هيلو؟ ايه ده مين الموزه دي؟ احنا ليتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب. انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزه وبنت مريم رياض الممثله؟ ده انا اتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟ سيلفي ايه؟ عايز تاخد سيلفي اديك على دماغك الاول. قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير. مانجا. ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلمندر بس انا بحبه. ايه السلمندر؟ معرفش بس هو شبه السلمندر. بابا عايز اخد رايك في حاجه. اهلا يا حبيبتي تعالي اقعدي. نعم بس تقولي بصراحه ومن غير ما تجاملني. ما انت عارف انا ابوك ما بيعرفش يجامل حد اطلاقا. قولي واوعدك اني مش هجاملك. طب اسمع، الاسم وحيد، جيت الدنيا ما اعرفش مين ابويا ومين امي، لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الافعى براس شيطان تضرب فينا وتعذب وتعلمنا القه والمر. قصة قصيرة بتحكي حياة طفل في دار ملائكة الرحمة أو بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الأطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لأبشع صور الإهانة والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع أشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الأيتام في مصر. السلام عليكم. مين ده يا بابا؟ درهان بنت مريم رياض. دكتور عماد ابني. ازيك يا نوران؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل درهان ضيف عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش هعرف انام. بس انا عندي حل. عماد ينام عندك في الاوضه وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونوران تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا دي امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض.
يلا مش هديك بالجزمه على دماغك. تسمع الكلام رهان مانجا بقى. يلا نورهان الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر تصبح على خير. وانت من قبل انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك هنا. يا أستاذ التحقيق مش عاجبك ولا إيه؟ التحقيق اللي أنت عاملاه ده للأسف حلو قوي يا نخل. بجد يا أستاذ خضتني يا أخي. إلا بجد ده بجد جدا كمان. التحقيق ده يطبع وينزل في عدد بكرة وهيكون مكانه مكان ما قال هلال شخصيا. إيه ده؟ لا طبعا لا 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 لا, لا ما ينفعش. إزاي ده أستاذ هلال كمان يزعل؟ يزعل ده إيه؟ إذا كان هو اللي قايل لي إن أنت اللي لازم تكتب الموضوع ده واختياره كان في محله فعلاً. تتكلم بجد يا أستاذ؟ يعني أستاذ هلال نفسه هو اللي موافق؟ أيوه. أنا مش مصدقة نفسي. أنا لازم أروح له البيت أشكره بنفسي. دوران نعم يا اختي اليوم كله ما بعتيش حبايه واحده. طب وانا هعمل ايه؟ انا عملت كل اللي عليا. مش كل الناس بتحب تجرب الحاجات الجديده على فكره. في ناس بتخاف وفي ناس بتتريق على اسمها وبتقولي ايه الفلكه دي. اعمل انا ايه بقى؟ يعني ايه؟ انا اول مره اشتغل في الجديد ولا ايه؟ انت ما بقيتيش شايفه شغلك. انا الظاهر كده غلطت لما مشيت البيت نورهان. البيت برقبتك. طب اتقل عليا لحد بالليل. في كام زبون جداد كده بيحبوا الحاجات الجديدة دي. هستنى واشوف. بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية. لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم. ومضيت معاه البطولة. واداني عربون وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا اول يوم وتاني يوم واحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزه اخرج واستفيد باليوم. اخدت الكاميرا معايا عشان اتصور. وانا خارجه من الاوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطه في ايده. ولما سالته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحابه. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص. وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعيه اللي في المكان. خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف.
قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي ما صدقتش اللي شفته، مخدرات. هو أبوه كده إيه؟ ما بيهمتش؟ كل ما يقابل رئيس الوزراء يتغير بعدها وزير، هو أبوه كده بيعمل إيه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انت جايلي عشان كده يا جمال؟ وانا اللي فاكرك بقى ايه زوج صالح وهغديكي بره؟ انت جاي تقطمني على حاجه ماليش دعوه بيها؟ ما اقصدش يا دودو، انا بس خايف على وضعي والثقه اللي حطها فيها رئيس الوزراء. ما تقلقش يا جيمي، ما تقلقش يا حبيبي، هلال مش بالغباء اللي يخليه يعمل حاجه زي كده. الامن القبض على ساميه امين مديره دار ملائكه الرحمه ورحاب ناجيه المشرفه بالدار ومنصور السيد الشهير بالعتره، وقد اعترف الاخير بقيامه باختطاف اكثر من 30 طفلا بهدف استغلالهم في اعمال التسول، وجاري التحقيق مع مشرفين الدار، وتم وضع الدار تحت رقابه الوزاره. وقد اصدر رئيس الوزراء قرارا باقاله وزيره التضامن الاجتماعي وتحويلها للتحقيق بتهمه التقصير والإهمال الكثير. تفضلي يا ستي. هلال بيه بيغير لنا وزير ورا التاني، أبوك هيمشي البلد على مزاجه. يعمل اللي هو عايزه طالما أنه هيفضل بعيد عننا، ما تشغلش بالك بيه. أبوك ده مش هيسكت غير لما يضيعنا زي ما ضيعك أنت وأمك. بابا السبب في موتها. اللي انت بتقوليه ده شكلك اتجننتي. امك ماتت عشان ما لقيتش فلوس تزرع كبد. استغفر ربنا يا غاده، ده قضاء الله وقدره. لولا مقاله ابوك اللي كان بيكتبها عشان يهاجم فيها الحكومه كان زمانها اتعالجت على نفقه الدوله. مش كفايه ضيع مستقبلي، ما دخلتش النيابة بسببه، كمان ضيع أمي. وهو ذنبه إيه؟ ما أنت عارفة إنه دايماً بيقول الحق، ما بيعرفش ينافق ويجامل. وأنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه ضيع أمي؟ عشان بس يعلق نياشين الشرف والمبادئ على صدره؟ أنا من النهاردة أبويا مات. هلال ده شخص فاضي وفاكر انه هيقدر يمشي الكون كله على مزاجه. ربنا ستر، ما طلعتش زيه. انسى بقى يا حبيبي، هنقعد نضيع الوقت كله في الكلام على هلال؟ اعتبره خرج من حياتنا. ولا انا ماليش نفس اتغدى بره زي ما دام نجله؟ والله ما بيحصل، انا ما بشوفهاش بس غير عشان الشغل. يلا بقى عشان وقع من الجوع. امال طبعا، يلا ما انت لازم تاكل وتتغذى. ولا انت عايز نجلة تشمت فيك وتقول ان انت ما ما ايه؟ يعني ما بتعرفش تاكل وهي بعيدة عنك. يلا حبيبتي يلا يلا عشان ناكل. يلا يلا يا راحي.
ابني. انت جايبني على الكورنيش عشان تسكت؟ بتفكر في ايه؟ مش عارف رضا. هو انا شاطر في المزيكا بجد؟ يعني ايه مستقبل فيها؟ ايه عز ده؟ انت على فكره لو مش موهوب ما كناش خليناك تمسك الفرقه. طب اعمل ايه؟ سيب المزيكا واروح ادور على شغل؟ انا لو رحت دورت على شغل واشتغلت مش هلعب مزيكا. لو لعبت مزيكا ده هيأثر على المذاكره. لو فكرت ان انا اذاكر في ايه؟ في ايه؟ صلى على النبي، انت داخل على اكتئاب ولا ايه؟ مش عارف. كان نفسي يبقى ليا اب وام اخد رايهم في حاجه زي دي. بحس انهم ضيوف في حياتي. وانا مش عايزه اقويك عليهم، بس انت راجل وتقدر تعتمد على نفسك. خلص بس ثانويه عامه وهترتاح. ايه ده بقى؟ كل الناس بتقول كده، خلص ثانويه عامه وهترتاح. كل يقول لك خش الاعداديه ركز فيها كويس علشان تجيب مجموع كويس وتخش الثانويه عامه بقى المدرسه الحلوه اللي هي هترتاح فيها وتعمل كل الحاجات. تخش الكليه بقى بيقولوا لك ظبط نفسك وذاكر كويس علشان تتخرج منها بقى في شكل اجتماعي، وهتتخرج من الكليه مش عارف ايه والكلام ده كله. تخلص الكليه وعايز بقى هتبدا حياتك، هوب تلاقي الجيش لبس في وشك. تخلص جيش تلاقي نفسك مسحول في مليون حوار. فين بقى الراحه اللي بيقولوا عليها دي؟ يا عم لو على الثانويه العامه بسيطه، انا هذاكر لك. يا ست روحي شوفي التاريخ اللي انت سالتي فيه مرتين. ما هي ماده كلها حفظ ومعقده. انا جدو قال لي التاريخ ده لو ركزت ان انت تذاكره علشان تنجح فيه عمرك ما هتنجح، انما لو خدته بقى على انه قصه كده وحدوته وموضوع يبقى شكله كده هتلاقي نفسك عديت فيه بامتياز. التاريخ ده صعب ومش عارفين. بقول لك ايه، ما تيجي ننتحر؟ ينفع بكرة عشان عندي درس بس. شكرا. تفضل. مساء الفل يا عم عبد. ازيك يا استاذ؟ مساء الفل. ازيك يا عبد صبور؟ اهلا يا مير. عنك يا حبيبي. الدلع ده كله حلو؟ حلو قوي يا حبيبتي، بس ايه المناسبة يعني؟ هو لازم يعني عشان واحدة تجيب لجوزها هدية يبقى في مناسبة؟ بحبك يا أخي. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. عندي النهاردة ميتنج لصفقة مهمة قوي، ادعي لي لو نجحت أغير لك العربية. لا لو على العربية نكثف الدعاء. أرجوكي من قلبك. سلام يا حبيبتي. سلام. سوء على مهلك.